حدث النهاردة حدث حوالين حملة بيتم تدشينها النهاردة بعنوان يعني ايه رئيس؟ يعني ايه رئيس؟ ده سؤال احنا ما كناش بنسألنا نفسنا قبل كده، كنا بنسأل نفسنا بس هنروح نقول اه ولا لا في الاستفتاء حتى من غير انتخاب. النهاردة في هذا الحدث احنا بنهدف الى توعية الرأي العام وخاصة الشباب الى المعنى المقصود من كلمة رئيس جمهورية او رئيس دولة. الحملة المفروض انها هتشتغل في كل المحافظات، المفروض انها هيحصل ورش عمل في مجموعة من الأحزاب، احنا حزب منهم، في حركات سياسية بتشترك في حملة التوعية دي. في البداية انا عايزة اعرفكم اصلا هي الحملة قايمة ليه اساسا، هو يعني ايه، يعني ايه حملة، يعني ايه رئيس؟ احنا في الحقيقة حابين ان احنا قبل ما المواطن المصري بيفكر هو هيختار مين من المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية انه يفكر في البداية هو بيختار دول على اساس ايه؟ هدف الحملة ولا هو برضه السؤال الوبي هو ايه الاختيار المناسب لمصر حاليا؟ ده برضه مش هدف الحملة. كل الاسئلة دي مش ده اللي احنا هنشتغل عليه. هنشتغل على حاجة تانية. هنشتغل هو الأول رئيس ايه؟ يعني ايه رئيس؟ الأول أعرف هو رئيس ايه؟ ثم يعني ايه رئيس بقى؟ جاي يشتغل ايه؟ ايه مهامه وصلاحياته وأدواته ورجعته؟ انت اول ما تنتهي يتقفل باب الانتخابات الرئاسيه من المؤكد هتبتدي حملات كتير للدعايه الانتخابيه للرئاسه، لان انت وقتك ده وقت اللي ممكن تشتغل عليه. احنا مش هنكتفي بكده، احنا بعد ما تخلص الحمله بتاعت ايه رئيس هنتحرك الى يعني ايه برلمان، ونعرف الناس ما هو البرلمان، ثم ننتقل الى يعني ايه محليات وهكذا. لانه لو احنا عايزين نطلع رئيس بجد يبقى لازم الاول اعرف هو ايه الرئيس اللي هختاره في هذه الوظيفه، لانها وظيفه ليها مهام، ليها صلاحيات، وليها مسؤولية تزميمية. هي وظيفة، هي أكبر وظيفة الدولة وأنت بتحاسب عليها. الصلاحيات إحنا بنديها له عشان يقدر يحقق المهمة الجاية عليها. وبيبقى عندنا أدوات لمراجعة. هو في الحقيقة المفروض نراجع إيه؟ المفروض نراجع يا ترى الرئيس ده قام بمهامه ولا لأ؟ أو يا ترى استخدم صلاحياته بأداء سليم أو أخلص هدف أو ما استخدمهاش.